بمشاركة رسمية وشعبية واسعة شيعت جماهير شعبنا الفلسطيني جثمان رئيس هيئة الجدار والاستيطان الوزير زياد أبو عين بعد اغتياله في قرية ترمس عيا قضاء رام الله على أيدي قوات الاحتلال. خيارنا لا خيار، خيارنا هو استمرار هذا النهج في التصدي في المقاومة في مقاومة هذا الاحتلال بكل الطرق الممكنة، لأن همنا الأساسي هو حماية شعبنا وحماية أرضنا. وكان جثمان الشهيد شرح في جامعة أبو ديس بمشاركة طبيبين أردنيين وآخر إسرائيلي إلى جانب أطباء فلسطينيين، حيث أثبتت نتائج التشريح عملية الاغتيال. الإصابة بقوة نوعا ما في مقدمة الوجه أدت إلى كسر للأسنان الأمامية وانزياحها وخلعها ودخولها إلى التجويف الفموي في الغرفة الخلفية من الفم بمحاذاة لسان المزمار، حيث توجد علامات للتكدم في الجزء الخلفي من النسيج اللساني. والنقطة الثانية وجود تكدمات في منطقة العنق من الناحية اليسرى ومن الناحية اليمنى، وكانت هذه آثار لضغط على منطقة العنق، وكذلك وجود تكدمات في منطقة الغضروف الدرقي، مما يدل على أن هناك قوة استعملت على منطقة العنق. النقطة الثالثة توجد علامات استنشاق ومرتجعات للطعام ووجودها في المجاري التنفسية مع وجود علامات مخاطية. النقطة الرابعة وجود تضيق في الشريان التاجي الأيسر النازل مصحوب، وهون بس بدي أحط خطين للإعلام، كلمة مصحوب بنزف للبطانة الداخلية للشريان، وهي من العلامات التي تصاحب حالات الكرب والشدة. الكرب اللي هي ستريس بالإنجليزي، والضغط هو الرعب. من هذه الجماهير زياد أبو عين. وتشهد الساحة الفلسطينية حالة من الغليان الشعبي ومطالبات لتوقيع القيادة الفلسطينية على ميثاق روما لمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم، إضافة لوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال. الرد على جريمة إسرائيل النكراء هو بتصعيد المقاومة الشعبية الفلسطينية نحو انتفاضة شعبية شاملة. الرد يجب أن يكون تصعيد حركة المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل، والرد الرسمي المطلوب فورا هو ليس فقط وقف التنسيق الأمني بكل أشكاله بشكل مستمر، بل أيضا الذهاب بإسرائيل فورا إلى محكمة الجنايات الدولية لتحاكم على جرائمها. واعتقل الشهيد أبو عين أكثر من مرة، وكان أبرزها في العام 79 من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بعد مطاردة ساخنة قام بها الموساد والمخابرات الأمريكية بتهمة القيام بعمليات مسلحة أدت إلى قتل وجرح العشرات من الإسرائيليين، حيث تم اعتقاله في سجن شيكاغو لمدة 3 أعوام ثم سلم لدولة الاحتلال. عانق الشهيد الحرية عام 85 بعد عملية التبادل التي أبرمتها الجبهة الشعبية القيادة العامة، ومن ثم أعيد اعتقاله أكثر من مرة. رحل أبو عين عن عمر يناهز 55 عاما بعد أن تقلد مناصب وطنية عدة. من مدينة رام الله، نزار حبش، تلفزيون وطن.